طيب مؤخرا شاركت في مسابقة أحرار نوفمبر وتمكنت من حصد الجائزة، حدثنا قليلا عن هذه المشاركة. أول شيء نحب نشكر المنظمي هذه المسابقة النوعية، أشكرهم انطلاقا من كوني شاعر وانطلاقا من كوني جزائريا، لأن هذه المسابقة أعطت يعني صورة جميلة جدا عن الجزائر، وكانت نوعية يعني من انفتاحها من حسب انفتاحها على الدول العربية، فكان فيه في البداية أكثر من 168 شاعرا من العالم كله، اختاروا منهم 24 شاعر من دول عربية، فكنت أنا من ضمن 24. ثم كانت يعني حصة متلفزة عبر برايمات، البرايم الأول والبرايم النهائي، فتأهلت من البرايم الأول إلى المرحلة النهائية، ثم كانت تتويج، والحمد لله أنها كانت من نصيب الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.